يعطيك العافية حجي. الله يعافيك يا أخي. هون يعتبر أقدم محل مخلل بالشام بالميدان. خلينا نحكي المخلل من وين إجا؟ المخلل من عمرنا من أباً عن جد أكثر من مئات السنين. العائلة تبعنا والعائلة بيت الدقاق بالشيخ محدين أباً عن جد بيشتغلوا بالمخلل. ما كانت هالبراميل البلاستيك، كان إدر فخار يعني خابية فخار يقولوا له والله إذا زلمتين ما يحوقوها كبيرة وتم صغير يحفروا له بالأرض لنصها مشان ما تنكسر والنص الثاني من فوق الأرض يكبسوا له مخلل من السنة للسنة. صاروا عاد يستعملوا براميل البلاستيك بيضة وصحية. تنكيت الخيار بدأ كيلو ملح يحطوا له نص كيلو ملح يلي بدأ تنبعوا دي يلي بدأ تتخزن من السنة للسنة. هلا عنا مخلل من السنة الماضية من موسم الخيار لي موسم الخيار بتلاقيه كأنه مكبوس تازة كأنه تازة يعني عرفت شلون اختي. أبدا عن جد مصلحة يعني ونظافة والله وضافة ومتمع ما بليك من جميع المخلل يكبسوا من الخيار القتة الفليفلة المقدوس المقدوس يساووا كمان كان في بندورة صغيرة كمان هيك يكبسوها. الأنواع الجديدة هي الجزر الأفرنجي عم بيخرطوه واليخنة عم بيقصوا شاف اليخنة رأس اليخنة صغير عرفت شلون عم بيقصوا أربع شاف هذا جديد. والبيتنجان بيتنجان من عمرهم بيساووه كمان مو إنه بس هلا عم بيطوروه إنه يخلوا الأنزوعة تبعه بيقيموا بس الإرمية بيخلوا الأنزوعة تبعه وقت بدهم يطالعوا بيقيموا الأنزوعة كان يتم صامد. الألوان قبل كانوا يحطوا ألوان لا الألوان لا في شوندر خصوصي أختي للألوان كانوا بالأول يستعملوا صبغة كيماوية درت صبغة نجيبها من البزورية يحطوها للبرميل درة ويحطوها بس لللفت يكتوها عليها المساء عند على بكرة يكبوا وينزلوا لهون. هلأ صارت هلأ إذا في صبغة كيماوية عم يسكروا المحل صبغة كيماوية عم يصبغ. هلأ في صبغة شوندر شوندر مو منادى تبع السكري خصوصي يعني بيبشروه وبينقعوه بيحطوا له مي وملح براميل كبيرة بعدين لهالبرميل هذا مثلا كله بيحطوا له شيء للفت بس